المشهد الآن لتكتمل الصورة. تحية متجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات. 11 صباحا وعشرين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شنو يحكي التوانسة تحديدا على مختلف المنصات في فقرة حديث الساعة مع نعيمة كالعادة. صباح النور نعيمة. مرحبا. صباح الورد والياسمين شهاب ليك والنجم والمستمعي الإذاعة الوطنية. فاش يحكي التوانسة؟ التوانسة مازالوا لليوم يحكيوا على وضعية الحجاج التونسيين في السعودية. البارح كان اصدر بلاغ من وزاره الشؤون الخارجيه وباش نرجعوا نحكيوا عليه باش نتحدثوا زاد على فقط ملاحظه صغيره وانه اليوم ان شاء الله بعد موجز منتصف النهار باش يكون معنا مباشره احد الحجاج من البقاع المقدسه وباش ناخذوا مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. خليك تواصل نعيم. من مواضيعنا الأخرى لليوم في حديثنا أشغال قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة بإيطاليا باش نشوفوا مخرجات القمة هذه وشنو اللي يمكن تونس تستفاد منها. كيف كيف باش نمشيوا لجنة الحقوق والحريات اللي كانت عقدت جلسة استماع الممثلين عن المجلس البنكي والمالي حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات باش نشوفوا وين وصل القانون هذايا وباش نحكيوا زادا كيما حكينا على انطلاق شهادة الامتحان بكالوريا باش نحكيو زيادة على مناظرة السيزيام اللي هي أول تجربة يمر بها التلميذ في الامتحانات الوطنية. هذا إضافة إلى العديد من مواعيد المناظرات الوطنية اللي حكينا فيها سابقا ومازلنا باش نحكيو فيها كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. البارح بعد ما برشا ناس تحدثوا على غياب المعلومة على عدد الحجاج المتوفين والمفقودين في البقاع المقدسة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين أصدرت بلاغ قالت فيه أنه بناء على البيانات الواردة عليها من القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدة فإنه عدد الحجاج التونسيين المتوفين بلغ إلى حدود 18 جوان البارح 35 حالة وفاة منهم 5 حجاج من القادمين عن طريق القرعة و30 حاج من القادمين بتأشيرة سياحية أو زيارة أو عمرة وأكدت أنه البعثة الدبلوماسية بالرياض والقنصلية العامة بجدة تنسق مع السلطات السعودية المختصة وعائلة الحجيج قصد إتمام الإجراءات المتعلقة بدفنهم. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين قالت إنها قاعدة تنسق مع البعثة الصحية التونسية ومع البعثة القنصلية زادة بزيارات لعدد من المستشفيات بمنطقة مكة المكرمة لحصر عدد المقيمين من المرضى والتائهين. كيف كيف دعات المواطنين وشدت على ضرورة مراعاة الدقة في نقل المعلومة بشأن أسماء وأعداد المتوفين والمفقودين والالتزام بما يرد في البيانات التي تصدرها الجهات الرسمية في هذا الشأن. هو الحقيقة احنا العباد اضطرت انها هي تخرج وقتها ما لقاتش مصدر رسمي باش تستقي منه المعلومة. تحسها زايدة الفقرة متاع وزارة البيان متاع وزارة الخارجية باعتبار انها 4 أيام او 5 أيام اللي في فترة العيد وغيرها ما خرج حتى معلومة لا في صفحتها هي لا في صفحة سفارتنا في الرياض ولا في القنصلية العامة في جدة اللي تتبعها الحكاية هذه. خرجت بعض ارقام متاع الناس اللي يشتغلوا في القنصلية بعض الارقام متاعهم سواء الارقام السعودية ولا الارقام اللي بنجم نطلبوهم احنا من تونس وما كانش ثم حتى دقة. التصريح الوحيد اللي خرج في فترة ما هو تصريح رئيس اللجنة الصحية اللي قال فيه وقتها اللي أروا ما ثم حتى مشاكل وما ثم حتى حالة وفاة في هو يقصد وقتها في حجاج القرعة اللي نسميهم هو الوفد الرسمي بعدها هي ونتيجة الضغوطات والحراك الكبير اللي تم على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس وفي خارجها برشا توينسا في الخارج وبرشا حجاج عرب وعائلاتهم في البلدان العربية زادا قاموا بالواجب وصنعوا مجموعات وتواصل مع بعض العائلات وخرجوا صور متاع مفقودين ومتاع متوفين في الوقت كما هذا ما ثماش معلومة أصلية. وهذا ديما نحكيوا عليه هالقصور في التواصل اللي تعاني منه الحكومة التونسية منذ فترة في كل المجالات تقريبا حتى الناس اللي عندهم ملحقين صحفيين مش قاعدين يقوموا بالواجب كامل في الطريقة هذا وكل واحد يقول لك ما لقيتش مسؤول
المسؤولين، واحد يقول لك الوزير نتاعي يحب كل المعطيات تتعدى عليه هو أو غيره، لكن الإنسان والمعلومة كما ما تخرجش من مصدرها، تخرج الإشاعة وتخرج المعلومة الناقصة دقة، وتخرج ساعات حتى المعلومة الخاطئة جملة. وهذا ما هيش مسؤولية الناس اللي تحاول تلقى بالطريقة هذه. اليوم النيو ميديا اللي موجودة ووسائل التواصل الاجتماعي مما تفتقد للدقة أحيانا هي اللي سيطرت في الأوضاع هذه، نتيجة الخلل في التواصل الحكومي والتواصل الرسمي بصفة عامة، لما خلاش يكون للإعلام الرسمي باش يعطي المعلومه الصحيحه. ما نعرفش حتى وكاله تونس فريق الانباء، ما نعرفش ممثله في الحج ولا لا، المؤسسه الاذاعه مش ممثله، التلفزه كيف كيف، ما ثماش وفد اعلامي. والحال وانه مش سابقه يعني، لانه جرت العاده وانه المؤسسات العالميه تبعث موفديها للحج حتى توصل المعلومه للناس. نجم الدين، اليوم الامر هذا ما عادش موجود. حكيت ايضا في نقطه مهمه جدا نجم، في ظل الطفرة الكبيرة من التطورات التكنولوجية كنا ننتظر أن يترافقها ثورة اتصالية على مستوى المعلومة وسرعة نفاذ للمعلومة ووصول المعلومة للناس. هذا مش قاعد صاير، وإحنا طرحنا سؤال علاش اليوم الصحفيين مش موجودين اليوم اللي مستنسين وأنهم يرافقوا الحجاج ويبلغون المعلومة. اليوم مش معلومة، اليوم وزارة الخارجية بعد أربع أيام تصدر بلاغ، ووزارة الشؤون الدينية ما زالت ما عطتناش، ما خرجتش وزارة الشؤون الدينية إلا بعض الصور لوزير الشؤون الدينية وهو يتفق فقدوا كما قالت أحوال الحجاج الموجودين، وكان قريب منهم وشاركهم في رمي الجمرات وغيرهم، لكن ما ثماش لا تصريح لا منه لا من المكلفين معه، من عرش الوفد الرسمي خاصة تاع وزارة الشؤون الدينية قداش فيه، وهل فيه الملحقة الإعلامية كانت معاه وألا لا، على الأقل بلغات يومية كما كانت قبل تحكي بصفة عامة شنو صار في كل الأحوال. ديما يصيروا مفقودين وديما تحصل حالات متاع مرض وإجهاد، نعرفوا معدل الحجيج متاعنا كبير ونعرف فيهم برشا مرضى يمشيوا، وهذا مشكلة أخرى في منظومة الحج، ثم برشا ناس كبار وعندهم أمراض مزمنة وما يعلنوش عليها ويتفاجئوا بهم ساعات، حتى ناس مقعدين ويمشيوا غاديكا وتكون ولي صعوبات صحية للوفد الصحي والرسمي. ثم زاد نقص في التأطير، كي نشوف عدد المؤطرين والناس اللي يخدموا في الحجاج عددهم صغير بالنسبة المئوية، وخاصة برشا ناس ينتقدوا فيهم، شفناهم في كل التغطيات السابقة اللي ما يقوموش بواجبهم. ثم ناس يقولك هو تلقاه الأولاني في الكار يركبوا فيها أربعة في عوض يركبوا ويتوزعوا على الكيران الأخرين، في الرستورانات تقام هم الأولانيين قبل ما يفطروا الناس وغيرهم. وهذه عديد الإشكاليات اللي كانت ديما مطروحة وتتجدد من موسم إلى آخر في الحج، لكن ما تصلحتش. اليوم وقت باش نكونوا نصلحوا كامل المنظومة. منظومة هذه زاد الحج الموازي معروفة منذ سنوات، وشكون متورط فيها معروف، وشكون مشارك فيها معروف، ويلزم هذه وضع حد لها باش الناس تدافع فلوسها. 20 مليون على أقل حاجة راهو الفرد، راهو حاجة كبيرة برشا، ويلزم يلقى خدمات طيبة جدا كما كانت في السابق على الأقل، ولا خير، خاطر كل عام ثم وسائل جديدة ثم طريقة وإمكانيات لتجويد الخدمات لتقام الحاج. بالضبط نجم الدين، وحتى نوضحوا الأمور للناس، راهو المعلومة إذا كان ما خرجتش في وقتها أول حاجة ما عادش عندها حتى معنى نكونوا خارج الإطار. وأيضا اليوم في ظل غياب الصحفيين نمشيوا للتناول الضعيف للمسألة. احنا مش باش نبقاو مكتوفي الأيدي، اليوم إن شاء الله باش يكون معنا أحد الحجاج من البقاع المقدسة بعد موجز منتصف النهار. علاش؟ لأنه كما يعرفوا سادة المستمعين والمستمعات، وأنه الحجاج مش متوفرين دائما في المملكة العربية السعودية، وعندهم ظروف، وما كعلاش باش يكونوا حاضرين معنا بعد الموجز باش يوضحوا لنا صورة الأوضاع هناك، نحاول بما توفر وأنه نقدموا صورة لعموم المتلقين. مواصلين في بقية مواضيعنا نعيم، باش نحكيوا اقتصاد، باش نحكيوا على أشغال قمة مجموعة الدول الصناعية السابعة بإيطاليا اللي انتظمت من 12 إلى 15 جوان الجاري، وكان شارك رئيس الحكومة أحمد الحشاني في أشغال القمة هذه اللي صارت في إيطاليا. القمة هذه ناقشت برشا مواضيع من بينها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، ومواضيع تعلقت بالهجرة وتغير المناخ والطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن الاقتصادي العالمي. احنا باش
نعرفوا شنية أهم مخرجات القمة هذه وشنو يمكن تونس أنها تستفاد منها. معنا عبر الهاتف الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله. صباح النور. أهلا بكم ومرحبا وعيدكم مبروك. كل عام دائما كل عام وانت حية بخير. عايشة. الله يخليك. مدام جنات، أهم مخرجات هذه القمة. نعم، خلينا نذكر الساعة كما ذكرت سيادتك يعني بالجدول الأعمال والأهمية متاع القمة هذه وقمة مجموعة السبعة. القمة هذه يعني الدورة هذه ترأسها إيطاليا، وتعرف كونه إيطاليا في الفترة الأخيرة في الدورة الأخيرة قاعدة تحاول تتزعم يعني القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي، خاصة في زوج ملفات يعني هامين، هي ملف الهجرة وملف الطاقة، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. إذا جدول الأعمال كما ذكرت من بين النقاط الموجودة فيها والمحاور الموجودة فيها كما قلت أوكرانيا، الحرب الأوكرانية الروسية، الحرب على غزة، الهجرة، وايضا وهذا اللي يعني يهمنا احنا، صحيح يهمنا موضوع الهجره ولكن يهمنا هذايا هي العلاقه بين اوروبا وافريقيا في ظل المقاربه الجديده اللي تبناتها يعني ايطاليا وتحاول باش توسعها على مستوى الاتحاد الاوروبي، هي مقاربه ماتي في علاقته بين يعني اوروبا والقاره الافريقيه. علاش حبيت نركز على المحور هذايا؟ لانه المداخله نتاع تونس والمشاركة التونسية اللي مثلها السيد رئيس الحكومة ألقى كلمة في الجلسة المتعلقة بالموضوع هذايا، وهو يعني الموضوع أفريقيا والمتوسط. والمتوسط. نعم، يعني الكلمة بتاع تونس تركزت على هذيك، وبالتالي نفهم كونه المداخلة بتاع تونس صحيح ركزت على الهجرة ولكن ركزت أيضا على مسألة الانتقال الطاقي ودور تونس وشمال أفريقيا في المجال هذايا. إذا القمة هذه جات في ظل عديد المستجدات، وخاصة كما قلت باش نركز على هذايا لأنها تهمنا، هي في العلاقة بين أوروبا والقارة الأفريقية. في المدة الأخيرة تونس يعني شاركت في عديد المنتديات الأقليمية والدولية، يعني القمة الصينية العربية، القمة الكورية الأفريقية، والمشاركة بتاع تونس ما كانتش باسمها يعني الفردي ولكن كانت باعتبارها عضو في المجموعة الأفريقية. وبالتالي هي كيفاش تتحدث يعني كيفاش تتبنى الموقف الافريقي، تعرف انه عند الاتحاد الافريقي وعنده المواقف نتاعه من عديد القضايا، وتونس تتبنى هذيك وكيف تعمل على ترويجها والتعريف بها والاستفاده من هذه العلاقات الجديده، سواء العلاقه بين افريقيا واوروبا او العلاقه بين افريقيا واسيا. هنا نحب نتفاعل معك، هنا نحب نتفاعل معك جنات، يعني بخصوص هذا المعطى، من اين تستمد المشاركه التونسيه اهميتها في هذا اللقاء، خاصه وانه العديد من المحللين الاقتصاديين يقولوا انه فيه توجه تونسي للتوجه شرقا مع المحافظه على الشركاء التقليديين؟ انا هذه ننتقدها بشده، مساله يعني تونس تحب تنوع الشركات بتاعها، و يجينا الجزء الثاني من الجملة تحافظ على علاقتها يعني مع الاتحاد الأوروبي. اخي احنا مش ندافع على الاتحاد الأوروبي، انت لازم تدافع على مصالحك. طبعا يعني انا يجيني يعني صحافي تونسي ولا خبير تونسي يقول لي الجملة هذه وكأنه يمثل الاتحاد الأوروبي في تونس. انا ما يهمنيش فيه في الاخير الاتحاد الاوروبي راهو، انا يهمني في الاتحاد الاوروبي بقدر ما يخدم لي مصالحي، هذه توا العقليه والثقافه اللي بدنا نتبناوها. الاتحاد الاوروبي كي جاك راهو جاك باش يخدم مصالحه وماهوش يخدم مصالح اكيد كونس. اكيد، وبالتالي تقول لي الجمله في السياق بتاعها هذايا، رانا مش ننوع شراكاتنا، اما راهو بما يخدم مصالح، بما يخدم مصالح، راهو رانا باش نحافظوا على علاقاتنا التقليديه. اخي انت باش دافع على روحك، اخي راك نلقى مصلحتي مع افريقيا ومع اسيا، باش نقعد نستنى في اوروبا؟ علاش خدمتني انا اوروبا سيد الكريم؟ عمرها ما خدمتني الاتحاد الاوروبي. اذا كان خدمني الاتحاد الاوروبي راني ما عنديش الهجره الغير النظاميه. اذا كان خدمني الاتحاد الاوروبي راه ما عنديش التصحر الصناعي. اذا كان خدمني الاتحاد الاوروبي راني ما عنديش العجز الغذائي.
وبالتالي حان الوقت اليوم باش نقيم العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي خاصة في مستوى الاتفاقيات، يعني مراجعة الاتفاقيات. نعم يعني لا إعادة النظر فيها، لأنه اليوم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ثم مواجهة اليوم صارت قد صايرة الآن، لأن الجزائر ففطنت إلى أنه هذه الاتفاقيات صاغتها صاغ الاتحاد الأوروبي على مقاصه وعلى مصالحه، ما خدمتش مصالح الجزائر وتونس. يعني اليوم عليها أن ما نقولش تنسج على منوال الجزائر، لا، لأنه كل واحد عنده تجربته، ولكن حان الوقت احنا اليوم باش نقيم هذه العلاقة في إطار الاتفاقيات التبادل الحر. وبالتالي اليوم التوجه من حقنا، واحنا دولة ذات سيادة، من حقنا كون نبحث عن شراكات جديدة، نحاول أن نجد تقاطع في المصالح بيننا وبين هذه الشركاء الجدد، وموجودة راه التقاطع موجود، وهذا يجبنا نعمل عليه اليوم. واليوم يعني شكرا على السؤال، هذا يمشي حيننا اليوم على القمة تاع مجموعة السبع. يقول القائل الوش يعني ميلوني استدعات 12 بلد إفريقي، 12 بلد إفريقي. اليوم إيطاليا تعمل على أن تكون مركز للطاقة في أوروبا، ومش الطاقة كهو والفلاحة. زوز محاور اليوم في علاقة بتاع في إطار خطة ماتي، زوز محاور أساسية: استغلال الطاقات المتجددة واستغلال الأراضي الفلاحية. وآخر اليوم يعني تبون يعني رئيس الجزائر كيف شارك بسقط عنه يعني اتفاقية ضخمة وضخمة جدا في إطار استئجار يعني الأراضي يعني الصحراوية لشركات إيطالية لاستغلالها في إنتاج الحبوب. وهوني راهو ما تفرحوا، ما نفرحوش برشا برشا ناس يعني وتقول مبروك للجزائر وكل ما تفرحش لهذه مثل هذه العلاقات. علاش؟ لأنه اليوم في شوية استنزاف هذه الأراضي، باعتبار أن استغلال هذه الأراضي تسمح للأجنبي باش يستعمل البذور اللي يحب عليها، يستعمل يعني الأدوية اللي يحب عليها، وبعد هو اللي يستغل المنتوج والحصيلة ويبيعها للجزائر. ما هيش باش تكون ملك الجزائر راي. جنيت سمحني على المقاطعة، سمحني جنيت نجم الدين راكي عايشك عايشك. حبيت باش نستوضحك توا الاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على هيناتها بكلها اللي نعرفوها نتاع 95، تنجمش تكون الميزات خاصة التفاضلية نتاعها تكون محطة مهمة باش تخلينا انه في تنويع شراكاتنا نخدموا بها. اش معناها نخدموا بها مصالحنا، باعتبار كي تكون عندنا علاقات مع جنوب شرق آسيا ومع غيرهم، مع المجموعات القريبة من البريكس، باش نلقاوهم يساعدونا باش ندخلوا بها الاتحاد الأوروبي أيضا لإفريقيا، باعتبار عنا زادة اتفاقيات تفاضلية معاهم، وخاصة في دفع الأداء تكون شركات مثلثة، معناها تدخل إلى إفريقيا وإلى أوروبا بمنشأ تونسي. هل نجم نستفيد ولا مصالحنا تكون مهمة من الجانب هذا؟ لكن نبتعدوا على الاتحاد الأوروبي باش تكون دولة أنت تكون عندك موقع في الخارج، يلزمك الساعة تدعم القطاعات المنتجه، وهذا اللي نفتقدوه في تونس نجم الدين. نقطة الضعف في تونس رغم الموقع الاستراتيجي بتاع تونس وشمال افريقيا الكل، اليوم اوروبا راهو عينها على تونس، عينها على تونس، على الجزائر، على ليبيا، على المغرب، على مصر، بسبب يعني اولا الموقع الاستراتيجي الجغرافي والسوق. وأيضا بالنسبة للمغرب والجزائر طريقة يعني أكثر هي المعادن والغاز والنفط. وبالتالي اليوم أنت الساعة يزمك تقوي روحك، ما تنتظرش باش غيرك يقويك. احنا شو اللي وقع لنا نجم الدين؟ كانوا اتفاقية 95 كانت سبب تدمير قطاعات المنتجة. اش معناتها؟ يعني يقول لك برا ورد يتكلف لك أرخص من اللي تنتجه، وهذه المقاربة راهي خطيرة. وإذا كان مش تحللها من بعدها الاستراتيجي والسيادي تلقاها مدمرة، لربما تفيد الدولة في وقت معين، ولكن هي إحصائيا صحيح، فهمت هي. يعني على المستوى الطويل راهي باش تدمرك، وهذا اللي يوقع عنا احنا اليوم. الصناعي هو الدمر، بتدمر. يعني يقول لك راكي تجيبها تكلف لك أرخص، مثلا كيف تجيب الحبوب، انت ما عندكش مياه،
ما عندكش الآلات، ما عندكش الاستثمارات الزخمة، اليوم تتكلف لك أرخص، أوكي نمشي معاك، أما إذا كان ولات يعني عقيدة ولات سياسة راهي مش تدمرك، وهذا اللي وقعنا فيه نجم الدين. وهذا علاش أنا نقول اليوم إعادة يعني تونس لازم تعاود تفكر في إعادة موقع متاعها، ما هوش بارتباط الاتحاد الأوروبي. وشكرا على السؤال، ويعني وش توضحوني فكرة بالوقت المشيش إلى الآن يتكلموا على كونه يعني يعني لديك يعني إعادة تموقع الشركات الأوروبية بعد كورونا، اتضح كونه البعد المسافة أثر على أوروبا، وكعلاش أوروبا قاعدة تفكر باش تستعيد الشركات اللي خرجت من اوروبا بحثا عن اليد العامله الرخيصه والتوانسه في المخطط في البرامج التنمويه نتاعنا. وين نفكروا راهو يجينا شي الفتات وشويه الشركات اللي يعني الشركات اللي راجعه تفكر شويه في تونس، كارثه راهي التفكير في هذا. يعني انت كمسؤول في حتى كي رجعت لاوروبا الشرقيه باكثر نسبه، اريد كيفاش يعني احنا نفكروا في الفتات، خطير جدا راهو التفكير هذا من المسؤول السياسي. يعني يزمك تفكر انت بعزه ونخوه في الموقع نتاع ريتهم كيف يغزرولك مش حبا فيك، يغزرولك لانك غنيمه. يا اخي انظر روحك كونك غنيمه ووظفها واستثمر. يعني البعد هذاك احنا بكل اسف يعني كان لاحظش كانوا احنا نمشيو مع اوروبا فرادة، ماناش قاعدين نمشي بطريقه يعني اقليميه. وهذا جانت بعد ذلك ضعيفه راهي، وهذا ذكر رئيس الحكومه في نهايه الكلمه لما لما اكد على ضرورته انه يقع تجاوز المقاربات المستحدثه للشراكه الاقتصاديه بين الشمال والجنوب، منطقه ربحيه قصيره المدى ومن جانب واحد. صحيح احنا تو الكلمه نتاعو ثريه راهي، ولكن في حاجه الى تجسيد وتحويلها الى اليات وتحويلها الى سياسات. ما لازمناش نقفوا عند مستوى الخطاب السياسي، ولذلك علاش نقول اليوم طالما كونوا احنا مستهدفين كمنطقه، مستهدفين كمنطقه غنيه وثريه، واوروبا في حاجه لنا. اليوم نتكلموا على الانتقال الطاقي، بكل أسف سيد الكريم ما نعاش عندي الوقت وإلا لا هوني يلزمني نقول كونه مسألة الانتقال الطاقي وتونس قاعدة تروج لهذا في إطار قانون جديد وهو قانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. سيد الكريم هذا القانون اللي جاء في سنة 2015 ما هيش تونس اللي عملته، هو جاء على مقاس مصالح الأوروبية في تونس. واش عمل القانون هذايا؟ هذا القانون سحب على ستاج الشركة الوطنية اللي نفتخروا بها احنا، الشركة هذه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، سحب منها انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية واعطاها لشركات أجنبية عربية بعضها. نعم بعضها عربية الشركات هذه. انا ما يهمنيش يا نجم الدين، راهي حتى العربية راهو العربية مش معناتها راهي حاجة باهية، لأن العربية ولات وراها إسرائيل سيد الكريم بكل أسف. خليني نقول أجنبية يعني في بعضه. يعني اليوم القانون هذايا اليوم نحكيه على الانتقال الطاقي ونحكيه كروتوس ستصدر إلى أوروبا الكهرباء من الطاقة الشمسية، ما هيش ستاج اللي مش تصدرها يا نجم الدين، مش تصدرها شركات أجنبية. ولو أن الخطاب الرسمي في تونس قاعد يروج كونه واخر يعني محطه واخر اتفاقيه عملت في مطماطه شركه نورزا باور، ويقولوا كونه شركه تونسيه. صحيح هي طالما انها موجوده على الاراضي التونسيه هي تخضع للقانون التونسي، ولكن اي نظام يعني تخضع له هذه الشركه هي نظام التصدير يعني الكلي، هي شركه اوفشور، وبالتالي هذه الشركه التونسيه اللي هي اجنبيه ستبيع يعني الانتاج اللي بيستعملوا هي من شمسنا يا ناس، من شمسنا سنشتري الكهرباء اللي يتم انتاجه من شمسنا، والحال انه كانت يعني ستيك تنجم تنتجه وتبيعه للتونسي. كيف تنتجه هي وتبيعه للتونسي؟ باش تبيعه يعني باسعار وطنيه، بينما كي تنجو شركه تونسية وهي أجنبية وتبيعوا
الستيك باش تبيعوا بالاسعار العالميه وتبيعوا بالاورو ولا بالدولار. وهذا الخطير وهذا في اطار القانون. وبالتالي اليوم لازمنا نتفطنوا كونتونسك باش تصدر طالما ما هيش الشركه الوطنيه التي ستصدر، فان مداخيل يعني تصدير الكهرباء لن يعود الى تونس لانه تعمل من قبل شركه اجنبيه. وهو يعطيك صحه، يعطيك صحه جنات، لانه مهم جدا وانه نوضح الصوره وشعار برنامجه. نعم. وحتى تكتمل الصوره. انا حبيت نشكرك لانه الوقت يمر سريعا وفيه مكالمه في الانتظار. مشكوره جدا. شكرا لكم. زميله صحفيه المتخصصه في الشان الاقتصادي جنات بن عبد الله على كل ما افتنا به في علاقه بشغل قمه مجموعه الدول الصناعيه السبع بايطاليا ومشاركتنا فيها. نعاود نرجع لك نعيمه مره اخرى في مواصله لبقيه مواصلة. باش نمشي للقانون الأساسي المقترح، القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات، كنا حكينا عليه قبل. نهار 3-11 جوان صارت جلسة استماع للجنة الحقوق والحريات، الممثلين عن المجلس البنكي والمالي حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات. باش نشوفوا أهم شنو جديد في مشروع القانون هذايا وشنو اللي صار في الجلسة هذه. معانا عبر الهاتف رئيس لجنة الحقوق والحريات السيدة هالة جابلة. صباح النور، مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية وعيدك مبروك. عيدكم مبروك. مرحبا، شكرا على الاهتمام لأعمال اللجنة ومتابعتها. شكرا جزيلا. لو تحطنا سيدنا هالة في أهم ما صار، لجنة الحقوق والحريات اللي عقدت جلسة استماع لممثلين عن المجلس البنكي والمالي حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات، شو صار بالضبط؟ هو احنا اقترحنا بطبيعة تنظيم سماع للمجلس البنكي والمالي كمؤسسة كجمعية مهنية تم إنشائها في القانون 2016 اللي هي معناها يكون وجودها وجوبي باش تكون كمنسق وصوت ومبين مهني قطاع المالية والبنكية. دونك حبيبا ناخذ رايهم على خاطر المقترح اللي عنا لتنظيم الجمعيات احكي برشا مرات على مراقبه الحسابات المصرفيه، وكنا سمعنا زاد البنك المركزي ولجنه التحاليل الماليه اللي في قانونها الاساسي تقول ما تنجمش هي تقوم بمراقبه الحسابات المصرفيه بصفه مباشره، ولكن هذه هي المهمه نتاع البنوك. دونك هنا حبينا نعرفوا البنوك هذه تنجم تقوم بالمهمه هذه ولا كيفاش تقوم بها، كيفاش تعمل زاد كيف معناها رفع تقاريرها، كي هي تشوف اللي فما حاجه غير عاديه، وشنو زاد كيف رؤيتها للمقترح هذايا، وكيفاش نجموا نحسنوه باش يسهل عمليه المراقبه البنكيه للحسابات. سيدة هالة، حبيت نسألك شنو هي أهم المقترحات اللي قالوها مجموعة البنوك خاصة في بالنسبة للرقابة للأموال القادمة من الخارج والتصريح المسبق بها ثم المتابعة البعدية؟ هو بالنسبة للملاحظات هم الحقيقة يعطيهم الصحة مشكورين، تقدموا بما يقارب 17 ملاحظة على مستوى الهيكل العام للنص وعلى مستوى المضمون نتاع النص. المقترح نتاعهم اللي هو كان إضافة باب جديد ينظم العمليات المالية للجمعية بصفة عامة، والباب الجديد هذايا يقول كيفاش تصير العلاقة ما بين العلاقة المالية ما بين الجمعية ما بين البنوك، شروط الدخول في العلاقة هذه، كيفاش يتم معناها طريقة تسيير الدفعات والسحوبات، المنتجات نتاعهم إذا كانت هي تنجم جمعية تكون منتجة، عملنا الحساب البنكي هذايا كيفاش اعتماد التوقيع المشترك اللي هي فما حاجات يستعملوا فيهم الجمعيات أمين المال ورئيس الجمعية، هما يقترحوا اللي يكون هذايا معناها موجود ومكتوب في القانون على خاطر يساهم برشا كيف في مراقبة الأموال هذه. اقترحوا صدور منشور من البنك المركزي باش يتولى تنظيم العلاقة المالية بين الجمعيات والبنوك. كيف اقترحوا علينا اللي بالنسبة لي خاصة انت سألت على الجمعيات اللي فيها أموال من الخارج، اقترحوا لي يكون كيف إعلام مسبق
للبنوك بحد ذاتها. الإعلام يقتصرش كان على الإدارة العامة للجمعيات برئيس الحكومة، لكن زاد كيف نعلموا بهم البنوك هذوما، على خاطر كما تعرف ساعات العمليات المالية معناها الفلوس تدخل ديريكتومون للحساب المصرفي. دونك هما اقترحوا قالوا علاش ما تقولولناش باش عملية المراقبة وعملية معناها تتبع العمليات المالية الكل المتعلقة معناها بالجمعيات، خاصة إذا كانت تكون فما شبهة تكون أسهل. وفي إطار خاصة معناها تصدي لجرائم تبييض الأموال، كيف كيف بالنسبة لقرارات التجميد أو الحل الجمعيات أو الحل، لذا معناها ما يقترحوا الحصول على موافقة من رئيس الحكومة، على خاطر ساعات ما ينجموش هما يقوموا بالتجميد، يطلبوا منهم ولا تو في الإجراءات ساعات ياخذوها يقولوا لازم البنك تعمل تجميد نتاع الرصيد هذاك، لكن في الوقت الحالي نجم يشكي بالبنك ويقول له نحمل مسؤوليتك أنت كيفاش تجمد لي الرصيد نتاعي، ولا لازم معناها البنك بصفة عامة هما اللي كنا منهم باش هما يكونوا يدخلوا ويكون عندهم تدخل نتاعهم قانوني، نحميهم زادا نحميهم على طريق القانون ونعرفوا الدور نتاعهم في الرقابة هذه. زادا اقترحوا الحقيقة بالنسبة للجمعيات الأجنبية اللي زادا كيف برشا تمويلات الحقيقة تدخل لها من الخارج، الباب الثالث في المقترح اللي عندنا ما كانش فيه معناها أحكام معناها جيدة جدا، وإلا معناها صيغت بطريقة معناها دقيقة في بالنسبة لتمويل الجمعيات الحقيقة. دونك هما زاد كيف طلبوا منها تدقيق في الباب الثالث، وزاد كيف صيغة أحكام تتعلق بتمويل الجمعيات باش ينجم يصير التعامل ونفهم كيفاش طريقة التعامل مع التمويلات المتأتية من الخارج لصالح الجمعيات الأجنبية. يعني عدد من ممثلي المجلس البنكي والمالي أكدوا أنه ضروري من صدور تجميد بمقتضى قرار من السلطة المختصة في صورة القيام بتحويل مالي خارجي لفائدة جمعية دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئاسة الحكومة. يعني اليوم إذا ما فيش ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة تم مباشرة يمشي الأمر للتجميد، هو يكون التجميد بمقتضى قرار من السلطة هما معناها في الوقت الحالي، لكن هما يقول لك ماذا بينا احنا يكون ينجموا هما يدخلوا ديريكتومون اذا كان فما شبهة تبييض الاموال ولا شبهة تلقي اموال معناها مستربة سوبسون كما هما يقولوا معناها في البنوك. يعني اليوم اي تحويل مالي خارجي ضروري جدا، وانه يكون يعني مرخص من الحكومة، هو ذا هو المقترح اللي قدامنا يقترح معنى الترخيص المسبق لرئاسة الحكومة للحكومة قبل ما تراش. وأنه سيدة ما في تفاعل معك لأنه الناس تسمع فينا يقول لك وأنه عمل عدد من الجمعيات هو عمل يومي، وإذا كان بقينا نستناه في تراخيص مسبقة من الحكومة قد يعطل عمل الجمعية وفقا لطبيعة الجمعية. بطبيعة الحال أنتم كنواب كيفاش تفاعلتوا مع هذا المقترح؟ هو الحقيقة العديد من النواب معناها استحسنوا الترخيص المسبق، لكن في نفس الوقت نعرفوا أن الترخيص المسبق أول حاجة الترخيص المسبق هو باش يحد زادة كيف من حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات والعمل، وينجم تسير في وقت ما معناها تنجم تسير حتى معناها سانسور على معناها العمل الجمعياتي بصفة عامة، الناس نجموا نعطيهم ترخيص ما نعطيهمش. أنا مثال شخصيا واللي اقترحت حتى في اللجنة واللي مازلنا نداولوا فيه نقترح الإعلام نعلموا اللي باش تجي فلوس ما في حتى مشكل، لكن ما نمنعوش الفلوس انها تدخل والا نخليوهم طريقه الاعلام كيفاش مثلا انا هذه احنا لحد الان شنو اللي مازال في دراسه المقترح اللي قدامنا، مازال الطرف الحكومي اداره العامه للجمعيات مؤسسه افاده لانه ووزاره العدل اللي هما ان شاء الله باش يكونوا مع بعضهم باش يجيونا في جلسه مشتركه بيناتهم هما وباش يكونوا معناها يعطيونا رايهم، على خاطر معهم هما نجم مناسب المعاملة إدارية كيفاش باش تكون، هذه في الأصل هي معاملة إدارية لرئاسة الحكومة والإدارة العامة للجمعيات ما عندهاش عمل رقابي مصرفي اللي هو باش يمشيو يحلوا الكونت ويحلوا معناها هو كله ترخيص وكل معناها كله أوراق وكله ترخيص إدارية وكهو. ما
دونك احنا بدينا باش نشوفوا شنو هو الامكانيه اللي نجموا يكون فيها اعلام، خاصه اللي باش فما معناها اقتراح اللي باش يتم انشاء المنصه الالكترونيه، دونك بتدخل الاعلام يكون على طريق المنصه، اي جمعيه باش تتلقى اموال اجنبيه دخلت في بروجي ومثال عارفه تروح عليه وفما قبول للمشروع نتاعها مع الممولين الاجانب اللي بايعوا الفوند، دونك تنجم تتولي تعمل اعلام، حاجات معناها تنجم تكون سهله. نضمنوا مراقبه الاموال دي، نضمنوا باش نقصوا الفلوس اللي بتكون فيها معناها شبهات فساد، لكن في نفس الوقت نضمنوا للجمعيات معناها حريه التصرف وزادة كيف سهوله التصرف، خاصه كما قلت لي ثم معاملات تنجم تكون ماليه معناها شبه يوميه، هي الحقيقه اجنبيه ما فماش معاملات يوميه صعيب شويه فهمت، لكن ما باش نسهلوا شويه العمل زادة كيف. بالضبط، هو احنا باش نبقاو في متابعه لهذا الموضوع. نحب نشكرك جزيل الشكر سيدة هالة جبالة رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب شعل على كل ما أفتنا به. الحقيقة سيدة هالة دائما متعاونة معنا فيما يتعلق بإيصال المعلومة لكل من يستحقها، مشكورة جدا. عود نرجع لك فيما تبقى من الوقت. نعيم، 59072 هو عدد التلامذة اللي غدوة باش يعدي ومناظرة السيزيام ويتناظروا على 3850 مقعد بالمدارس الإعدادية النموذجية المكلف بالإعلام بوزارة التربية. منذر عافي قال إنه التلامذة المترسمين بالنسبة لي سنة سادسة ابتدائي هما 200400 ومنهم 28% هذوما اللي باش يجتازوا المناظره من اجل الظفر بمقعد في المدارس الاعداديه النموذجيه. 3850 مقعد اللي متوفر موزعه على مختلف الاعداديات النموذجيه في مختلف جهات البلاد، ان شاء الله بالتوفيق لهم. وقريبا زاد باش يصدر النتائج نتاع الدوره الرئيسيه لامتحان البكالوريا، هو كان اصدر موجود، هو ماهوش بلاغ، موجود على صفحات التواصل الاجتماعي اللي هو انطلاقا من يوم الغد باش يرسلوا الارساليات القصيره باش يتحصلوا على النتائج، لكن باتصالي بسي منظر عافي قال لي راه هذاك ماهوش بلاغ رسمي، في انتظار ان وزاره التربيه تصدر البلاغ الرسمي المتعلق بالارساليات القصيره الخاصه بامتحان البكالوريا. ربي نجح الناس الكل خاصة في الدورة الرئيسية للبكالوريا، نتمنى وتكون نسب النجاح مرتفعة وأعلى من نسب العادية متاع إيش و 30% في الدورة الأولى. وبالنسبة للمعاهد والمدارس النموذجية، رغم أنا في المطلق ضد هالتجربة هذه اللي تعمل انقسام وتعمل أثار نفسية على التلامذة، سواء اللي دخلوا للمدارس النموذجية ولا اللي ما تمكنوش وصار عليهم معناها نوع من الإقصاء بين ظفرين العلمي، ما نجموش باش ينجحوا ولا اللي يخرجوا منها قاعدة تعمل في دوبل فيتيس في القراية، ولكن ماذا بينا يعني تولي سيزيام كما كنا احنا قبل، تولي إجبارية، ترجع إجبارية ومطلوبة باش على الأقل يتعودوا على الامتحانات الوطنية. وأيضا النوفيام زادة اللي هي مازالت حتى هي نموذجية وتهم كم بعض التلامذة في المعاهد في المؤسسات متاع الإعدادي، نتمنى وزادة حتى هي تتوسع وتولي إجبارية باش تكون معناها التجارب في الامتحانات الوطنية ويتحسن حتى مستوى الحصول ومستوى التقييم بصفة عامة. في علاقة بوزارة التربية وبشأن التربية عموما، العديد من التفاعلات اللي وصلتنا على الصفحة الخاصة بالإذاعة الوطنية في المطالبات، مطالبات عديدة الحقيقة بإلغاء شهادة الخلاص في التحيين واعتماد قائمات الخدمات بدلا عنها. احنا بصدد التواصل مع وزارة التربية حول هذا الموضوع الملح جدا واللي قلق العديد من المعنيين. يقول لك اليوم 2023-2024 فما العديد من النواب اللي ما خلصوش، كيفاش يتم اعتماد شهادة الخلاص في التحيين والحال وأنه هو ما خلصش من أصله؟ فالإشكال هذا حاولنا مرارا وتكرارا وأنه نتواصلوا مع وزارة التربية لتوضيح هذا الإشكال وطرح هذا الإشكال ومناقشته إن شاء الله في قادم الأعداد. 11:59 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بعد موجز منتصف النهار، تكون حاضرة معنا سيدة عواطف مسعي مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة. المشهد الآن. إيش
الأزهار.